كلام مر على اندلاع الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في حرب توصف بأنها من أسوأ الأزمات في العالم وأكثرها تعقيداً وقسوة، حيث أدت إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص ولجوء نحو 1 مليون شخص إلى دول الجوار ونزوح 9 ملايين من مناطقهم، فضلاً عن الدمار الهائل الذي لحق بالأبنية والبنى التحتية وتسببت كارثة إنسانية، وسط حديث عن أعمق أزمة جوع باتت هي المشكلة الأكبر. في هذه الذكرى أقامت العاصمة الفرنسية باريس مؤتمراً دولياً حول السودان الذي تضمن شقاً سياسياً يتمثل بمحاولة إيجاد مخارج للنزاع القائم في البلاد، وشقاً إنسانياً هدفه تعبئة التبرعات وتقديم معونة للسودان. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم الشعب السوداني العظيم الذي عانى لفترة طويلة منذ الاستقلال. Et au total, nous pouvons annoncer que plus de 2 milliards d'euros seront mobilisés en faveur des femmes et des hommes du Soudan. Avant cette conférence, nous avions 190 millions d'euros d'engagement. Nous sommes ce soir à 2 milliards d'euros pour le Soudan. وقال وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني خلال افتتاح المؤتمر إنه يهدف إلى كسر حاجز الصمت وحشد المجتمع الدولي بأكمله، لكن عمقه قد يكون أكثر طموحاً، مثل إنشاء ممرات إنسانية آمنة وضمان وصول المساعدات ووقف إطلاق النار، غير أن هذه التفاصيل اصطدمت مع الحماس العسكري لقادة الصراع في الداخل السوداني. ورغم مساعي المؤتمر المعلنة بتوفير الدعم الإنساني والوساطة السياسية، فإنه أثار جدلاً داخل المجتمع السوداني، حيث استنكر كثيرون وجود ضيوف ينتمون إلى قوات الدعم السريع وقوى الثورة المضادة المعادية للمجتمع المدني. من جهته أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الحرب الدائرة منذ عام، معتبرا أن هذه الحرب ليست فقط بين جهتين متحاربتين، بل على الشعب السوداني بأكمله راح ضحيتها آلاف المدنيين. It's a war on villages, homes, hospitals, schools and vital systems that have been reduced to rubble in conflict hotspots. And it is a war on human rights and international humanitarian law. Indiscriminate attacks that are killing, injuring, and terrorizing civilians could amount to war crimes and crimes against humanity. سودانيون أعربوا عن حزنهم إزاء ما يحصل، معتبرين أن المواطن السوداني هو الضحية الأولى لهذه الحرب. أنا بشوف إنه في الحرب دي المتضرر الأكبر هو المواطن، لأنه هو اللي تشرد، لأنه هو اللي بشتن، لأنه هو النزح من ولاية لولاية. لأنه تشتت في دول الجوار، لأنه فقد مأواه، فقد بيته، فقد الأمن، فقد الأمان. الناس بقت ما لاقي حق الأكل، ما لاقي حق الشراب، فاقدين وظائفنا. جينا في مراكز إيواء حتى إنها غير مؤهل إنها تكون إيواء لبشر. حرب السودان تقفل عامها الأول على وقع طبول المجاعة والتشرد، حرب أشعلتها قوى إقليمية ودولية بأدوات داخلية. فهل سنشهد على حل قريب يوقف هذه الحرب والمسار المنحدر الذي تأخذه؟